السلام عليكم ورحمة الله عز وجل المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. أيوة، اللقاء الجديد المتجدد الحي المباشر اللي هنكون فيه مع حضراتكم النهاردة في خدمة عامة. عارفين حضراتكم كل طالب وكل طالبة بيقدم وبينهي حياته العملية في الكلية، مطلوب منه أنه يقدم خدمة عامة. النهاردة خدمتنا هتكون عامة لحضراتكم، أنهينا حياتنا ولكن بدئنها مع حضراتكم، بدئنها في العمل الطيب. عملنا النهاردة أن يكون بابنا مفتوح للاستشارات القانونية. هيكون معايا النهاردة في حلقتي ضيوف الكرام اللي اسمحوا لي أن أرحب بيهم، ضيفتي الأستاذة منى عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة جمعية شكاوى المرأة، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك يا فندم، منورانا. أيضا هيكون معايا النهاردة الأستاذ أحمد عبد الرازق، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومؤسس أسرة محامي عين شمس. حبيبي الغالي، أهلا وسهلا، منورنا. الله يكرمك، منور الدنيا يا أستاذ أحمد. الله يكرمك، ربنا يكرمك. الله يخليك. أيضا في ضيافتي النهاردة حبيبي وأخويا وصديقي الأستاذ محمود حمزة، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا، منورنا. منور القناة الكريمة. منورة معانا والله. أيضا في ختام ضيافي وضيوفي الكرام النهاردة أستاذ مصطفى جمال الدين، وهاجي عند الأستاذ مصطفى ويعني لازم أتوقف لحظات. عايز أقول لحضراتكم محامي بالمحاكم الابتدائية والعسكرية وعضو أسرة محامين وعضو أسرة محامين عين شمس. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك أستاذ سمير. أسئلتنا هتبقى كتيرة قوي إن شاء الله. عندنا الحتة العسكرية دي كلنا النهاردة يعني عايزين استشارات كتيرة قوي فيها. في الانتظار إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هيكون عندنا على الشاشة أرقامنا للتواصل المباشر الجد الفعال لاستشاراتكم وأسئلتكم بفضل الله عز وجل، وهيجاوب على كل سؤال. هنا موجود معانا أستاذ من الأساتذة بفضل الله عز وجل، زي ما قلت لحضراتكم محامين الاستئناف العالي ومجلس الدولة، وعندنا شق عسكري إن شاء الله بإذن الله يجاوب على كل الأسئلة اللي حضراتكم حبوها، وعندنا حتة طبعا خاصة بالمرأة في ضيفتنا أستاذة منى عبد الوهاب. طبعا ببدا لقائي بحضرتك وبقول عايز اعرف ايه العمل العام اللي حضراتكم بتقدموه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدايه طبعا احنا شغالين في العمل العام وخاصه مؤسسات المجتمع المدني. انا عندي جمعيه اسمها شكاوى المراه والطفل. الجمعيه ديت هدفها مساعده اي امراه، خاصه المراه المعيله او المراه المعنفه. بنحاول نقدم لها خدمات سواء أنا آسف إني بقاطعك. حضرتك بتقولي لي عندك جمعية طبعا مشهرة، تمام، يعني إشهرها كام لو فاكرة؟ 10938 لسنة 2018. أنا عارف إن فاجئتك بالسؤال صح؟ لا أنا حظوظ. طيب حضرتك النهاردة قلتي لي حضرتك أستاذة في القانون، تمام. إيه اللي وداك للعمل الخيري؟ إيه اللي وداك التضامن؟ من حقوق التضامن عايز أعرف إيه الحكاية؟ هي الفكرة بدأت أني أنا أساساً كنت محامية متطوعة بالمجلس القومي للمرأة، فكان المجلس بيبعت لي المرأة المعنفة أو المرأة المعيلة اللي ما عندهاش استطاعة مادية أن هي ترفع قضايا أو تبقى عايزة تعرف حقوقها. فبدأت الفكرة الأول كان شق قانوني، أن أنا برفع القضية وبنتعامل حالة عادية جايالي من خلال المجلس، بنتعامل معاها، بنرفع القضية سواء كان خلع أو نفقات أو أيا كان نوع القضية. وكنا بنساعد السيدة من خلال الجانب القانوني فقط. فلقيت أن في بعض السيدات للأسف طب هي ظروفها المادية تعبانة وفي عندها جزئية تانية، ممكن يكون جوزها طاردها ضاربها، ما عندهاش مصدر رزق أو ما عندهاش مورد في الفترة اللي هي في خلافات بينها وبين زوجها. طب الست دي هتعمل ايه؟ هتقدر تواجه الظرف اللي هي فيه دلوقتي ازاي؟ فبدات الفكره من هنا انا ومجموعه برضو من زمايلي ومعظم بدات الفكره ان احنا ناسس جمعيه. ان حضرتك تاسسي جمعيه. اه الجمعيه دي بعد عملك الاساسي. بعد عمل الاساسي المحاماه او مع عملي الاساسي، لان انا يعني ما زلت محاميه. يعني عايز اقول ان الخير بيجيب خير. تمام. يعني مساعدتك للناس اللي هم يعني النقابه او مجلس المراه مجلس القومي للمرأة وجهك ليهم، فده فتح عليكي باب من أبواب الخير، باب من أبواب ربنا سبحانه وتعالى، باب من أبواب الرضا، صح كده؟ تمام. كويس. تمام. جدا. حضرتك قلتي لي إن حضرتك بتقدمي المساعدة دي لأي أم بتشوفك أو أي أم بتقصد بابك، باب مكتبك، باب جمعيتك لوجه الله بالمجان، صح كده؟ تمام. تمام. هل الجمعية دي
يعني بفضل الله عز وجل يعني أثبتت وجودها في وسط المجتمع؟ الحمد لله. أنا بالنسبة لي الجمعية رغم إن هي لسه يعني يعتبر 2018 إلا بفضل الله ثابتة وجودها، وكمان إحنا لنا تواجد خارج القاهرة كمان، يعني عملنا قوافل للصعيد وبدأنا نعمل برضو حاجة اسمها الأوراق الثبوتية للسيدة. أحيانا بيجيلي السيدة ما عندهاش أي أوراق ثبوتية، مش عارفة تعمل بطاقة شخصية أو أي حاجة، أو إن الزوجة لسبب من الأسباب الزوج رافض يسجل الطفل، فبيظهر لي ان في طفل عنده 4 أو 5 سنين ما معهوش شهاده ميلاد. المشكله دي انا عايز اقول لحضرتك انها مشكله قابلتني انا نفسي في البرامج بتاعتي، قابلتني كتير قوي، ان في امهات كتير للاسف الشديد وفيهم ناس موجوده انا اعرفهم كويس جدا لغايه النهارده، تمام، مش قادرين انهم يكتبوا ابنائهم. تمام تمام. فالنهارده بفتح الباب من خلال الاستاذه منى عبد الوهاب، زي ما قلت لحضراتكم رئيس مجلس اداره جمعيه شكاوى المراه، محامي بالاستئناف العالي بمجلس الدوله، بفتح الباب لكل ام عندها مشكله حابة انها تتواصل معانا النهارده وتسال الاستاذه منى في اي سؤال، اهلا بيكي، الباب مفتوح، الارقام موجوده على الشاشه للتواصل الجاد الفعال. بكمل لقائي مع حضرتك بعد ما اسال الاستاذ احمد. استاذ احمد، عايز اسالك عن الاعمال المجتمعيه وايه الاهداف من المبادره، يعني عايز افهم يا استاذ احمد. وانا بشكر حضرتك الاول على المقدمه الجميله. الله يخليك. واحنا يعني عندنا ايمان ان المحاماه رساله، ووجودنا في المجتمع رساله. تمام. فبنحاول ان احنا نبقى إيجابيين بشغلنا، إيجابيين في وسط أهلنا، في وسط ناسنا، بنحاول إن احنا نشوف متطلباتهم، بنشوفهم محتاجين إيه، وربنا بيسخر ناس كويسة وناس محترمة، بيبقى في مصداقية وفي أمانة، بنقدر من خلالها إن احنا نقدم الخدمات دي. إن حضرتك تقدر تقدم الخدمات دي كأعمال محاماة ولا أعمال تطوعية لخدمة الشارع والمرأة والأم والأب؟ عايز أفهم الحتة دي يا أستاذ. والله هو احنا يعني المحاماة أو المهنة بتاعتنا هي رسالة كويس، وإحنا في المجتمع بنحاول إن إحنا نكون بنقدم الرسالة دي بشكل أوسع. طيب. بنحاول إن إحنا نشوف المحتاجين الضعفاء، بنحاول إن إحنا نقف جنبهم نساعدهم. أيوة، هنا بقى هي دي أهم الخدمات أو الخدمات اللي حضراتكم بتقدموها كخدمات مساعدات اجتماعية، صح كده؟ بالظبط كده. أيوة، احكي لي عن المساعدات دي، إيه المساعدات اللي حضرتك شاركت فيها؟ هو في مبادرات عملناها، مبادرات شبابية. تمام. مجموعة من الشباب يعني المجتهدين عندهم رؤية وعندهم فكر، ابتدينا نعمل مبادرة حمل الكساء دي، كان فيها بطاطين للناس برضو محتاجين في الشتاء. تمام. وبعد كده شارع الخير، بقينا ننزل الصبح نلف في الشوارع. بمناسبة شارع الخير دي لها قصة كبيرة وحكاية كبيرة. مشاهدينا الكرام، هرجع للأستاذ أحمد طبعا في سؤالي او اكمل معاه لقائي بعد ما رحب طبعا، ورحبت وبرحب مره تانية وثالثه. استاذ محمود، عايز اعرف ايه الاعمال اللي نقابه المحامين بتقدمها النهارده، يعني او ايه اهم الاعمال البارزه في حته النقابه بالذات؟ بالنسبه لينا كشباب، يعني احنا كشباب اسسنا مجموعه شباب اسمها شباب شمال، محامين شمال القاهره. المجموعه دي اشتغلت ليها اوجه نشاطيه، انشطه متعدده، منها أنشطة ثقافية. أسسنا مجموعة الدعم الثقافي. مجموعة الدعم الثقافي دي كانت بتشتغل على تثقيف شباب المحامين، عملنا دورات تدريبية لشباب المحامين بمساعدة أستاذ محمود. أنا عندنا اتصال كده نبدأ بيه الأستاذ حسام. أهلا بك يا أستاذ حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حسام، أولا تحياتي لحضراتكم، أعرفكم بنفسي أنا حسام سعيد مصطفى، رئيس الاتحاد العام للمحامين الإدارة القرية. أهلا وسهلا أستاذ حسام، اخويا الكبير. وطبعا انا ما لقيتش فرصه اجمل من كده ان انا الاقي الوجوه المحترمه الجميله، اخواتي واصدقائي الغاليين. الله يكرمك. وما ينفعش ان انا اضيع فرصه شبه دي وما اكونش معاهم على الهوا. يعني صراحه حضرتك مع الكوكبه النهارده بامانه من ارقى ومن انضف ومن اجمل الشباب اللي موجوده في نقابه المحامين. الله يكرمك. ودي في الشهاده بقولها كده، دي شهاده حق بجد فعلا، سواء الاستاذه منى او الاستاذ احمد او الاستاذ محمود او كلهم. بس يعني انا كل اللي انا بتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم يعني الفتره الجايه يوصلوا صوت الشباب، لان هم قادرين على ان فعلا يوصلوا صوت الشباب، ويبقى حلقه وصل مباشره، سواء كانت ما بين النقابه العامه او النقابات الفرقة.
الفرعيه وما بين الشباب، انا واثق ومتاكد جدا انهم عندهم القدره، لانهم عملوا حراك مهم جدا الفتره اللي فاتت، سواء عن طريق الاسره اللي الاستاذ احمد طبعا يعني يعني مشكورا طبعا قام بتدشين اسره عين شمس طبعا من الاسر المهمه جدا، وطبعا اخويا وصديقي الاستاذ محمود اللي مقدم خدمات جميله دلوقتي. حسام انا بقاطعك، انا عايز حضرتك، انا حسيت ان حضرتك عايز توجه رساله لكل شخص بعينه، فاسمح لي كده ابدا بحضرتك استاذه منى. مع حضرتك اتفضل، تحب تقول لها ايه؟ اتفضل. انا الاستاذه منى طبعا استاذتنا وتعتبر رائده من رائدات العمل النقابي ومهتمه بقضايا يعني النقابيه الخاصه طبعا كمان بالمحاميات. وتعتبر من الرائدات اللي موجوده، وطبعا احنا بنتشرف بيها. وانا بقى عشان ما اطولش عليهم وعشان خاطر عايز استمتع باللقاء الجميل دوت، انا كل اللي انا هقوله ان انا بعلن على الهوا دلوقتي ان احنا بنعمل شراكه مع الاسره بتاعت عين شمس ومع شباب شمال القاهره مع الاتحاد العام لمحامين الادارات القانونيه، وده المحامين الاتحاد اللي بيمثل محامين الهيئات العامه وشركات قطاع العام والمحامين اللي موجودين في الدوله على مستوى الجمهوريه كلها بالكامل. ان احنا نقدر نقول لهم ان دافع قوي جدا، لان حضرتك يعني من الناس المجتهده جدا جدا جدا، وتعلمنا من حضرتك حاجات كتير في كفاحك ونضالك وتعبك في ربنا انشاء ليك يا يعني جهد عالي، وربنا ان شاء الله انك يعني يكلله بكل النجاح لحضرتك والله. وكلامك ده دفعه معنويه حضرتك ما تتخيلش، يعني الدفعه دي ممكن تعمل ايه والله بجد. استاذ حسام في نهايه المداخله الكريمه الطيبه، عايز كلمه حضرتك تختم بيها مع اصدقائك وزملائك والمبادرات الطيبه اللي حضرتك فرحتنا بيها النهارده، اتفضل. انا كل اللي انا هقوله لهم استمروا واحنا في ظهركم ومعاكم ومن ايديكم دي لايديكم دي، واللي تقولوا عليه احنا وربنا معاكم. بشكرك استاذ حسام، بشكرك لمداخلتك الكريمه استاذ حسام، بجد شرفتنا في اتصالك. اكمل معاك يا استاذ محمود مره ثانيه بفضل الله عز وجل. حضرتك كنت بتقول لي ان حضراتكم بتقدموا خدمات، اتفضل. بنقدم خدمات الأنشطة متعدده، منها انشطه ثقافيه، اسسنا مجموعه اسمها مجموعه الدعم الثقافي، دي من خلالها قدرنا ان احنا نعمل دورات تدريبيه لشباب المحامين بمساعده اساتذتنا واخواتنا الكبار المحامين النقد، عملوا دورات تدريبيه لشباب المحامين في انشطه رياضيه كنا بنقوم بيها، عملنا دورات رمضانيه، طبعا ما عملناش رمضان اللي فات عشان بسبب الانديه كانت مقفوله الازمه وشيء خارج عن ارادتنا جميعا. فحضرتك ما قدرتش او ما قدرناش بالزبط. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بجد، احنا كلنا اتعلمنا دروس جامده قوي جدا في كورونا. اكيد اكيد اتعلمنا دروس ولازم نطبقها. يعني عايزين نقول في شهر رمضان في حاجات قدرنا اننا نستغنى عنها، كانت عادات بتمثلنا كلنا وبنمثلها كتير قوي، ممكن نستغنى عنها السنه الجايه ونفيد بيها اسر كتير قوي. تمام. طبعا في حاجات تانية كتير قوي 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 اتعلمناها، سلوكيات طبعا، البعد والقرب الاجتماعي تمام، ده شيء كويس جدا. الاسر اتعرفت على بعضها بشكل غير عادي، عايز اقول لحضرتك ان في ناس كتير عرفت، يعني ممكن في اسره ما كانوش بيشوفوا بعض غير ساعات معينه، كورونا خلتهم اتعرفوا على بعض، صح كده؟ صح. بتنقل من حضرتك لسؤالي للاستاذ مصطفى. استاذ مصطفى طبعا عايز ايه اهم المبادرات اللي حضرتك تحب تتكلم عنها النهارده، وايه اهم الخدمات، وايه اللي حضرتك تقدر تقدمه للناس النهارده؟ وانا بقول معايا الاستاذ مصطفى محامي بالمحاكم الابتدائيه والعسكريه، اتفضل يا استاذ. طبعا مبادرات غالبا استاذ احمد عبد الرازق واستاذه منى عبد الوهاب قالوها، بس لسه في تاني، فدي مع استاذ احمد عبد الرازق واستاذه منى. طيب اللي اقدر اقدمه النهارده ان اقول لحضرتك ان احنا دخلنا حاليا في حوالي 5000 وكسور مخالفات مباني. تمام. مع القانون الجديد. فعلا القانون دوت على قد ان هو شغله، معظم شغله في المحاكم العسكريه، بس يعني ممكن اقول لك الخطوات اللي نقدر نعمل بيها والمصالحات اللي هنقدر نشتغل عليها، وازاي القضيه دي تخلص، وازاي احنا يعني كمحامين بنشتغل في القضيه دي، ومعاملتنا يعني بتبقى زي ان يعني حضرتك عايز تقول ان كل مشكله ليها حل. إن شاء حضرتك الله عايز تقول طبعاً. ان القانون زي ما وجد او ان في مشكله موجوده، القانون فتح ليها ابواب وفي حلول من خلال حضراتكم كمستشارين، صح كده ولا ايه؟ تمام. تمام. العام بس العسكري يعني اصدر قرار اخير بان وقف التعامل في قضايا المباني بالنسبه للمحاكم العسكريه واحالتها للنيابه العامه. كويس جدا الخبر ده، كويس جدا. معلش يا استاذ احمد، يعني اخواتي حتى كمان في الكنترول عايز حضرتك
تعيد مره ثانيه، لان الموضوع ده مهم جدا، انا نفسي مهتم بيه. اه ايوه، الموضوع دلوقتي اصبح ايه؟ غير عسكري؟ اه غير عسكري، اصبح يختص بيه النيابه العامه. النيابه العامه؟ اه اواضي المباني؟ اه تختص بيها النيابه العامه. والله يا راجل فرحتني. فرحتني. عايز اقول عندك مباني كتير بقى. لا والله مش موضوع عندي مباني كتير، انا عندي مشاكل كتير. ازاي؟ عندي ناس كتيره جدا يعني ظروفها الماديه ما تسمحش النهارده ان تدفع الكفاله. اكيد. فاحنا دورنا من هنا من المنبر الاعلامي ده ان احنا دايما بنكون بجوارهم. بس سمير عشان نبقى حقانيين، يعني انا بحب الحق دايما. اتفضل. يعني احنا عشنا فتره 2011 فيها استغلال. تمام. صح كده؟ صح. فاللي بيحصل حاليا انا شايف ان هو يعني ده حق الدوله، لازم تاخده. عايزين نقول يعني ان دي فلوسك وفلوسي وفلوس ولادنا. اه يعني البنيه اللي حصلت دي بنيه تحتيه محتاجه مصاريف غير عاديه، والدوله مش هتتحمل. معانا اتصال ناخد استاذه هدى. اهلا بيك، اتفضلي استاذه هدى. تقريبا استاذه هدى مع استاذه هدى، ان شاء الله باذن الله تحاول تتصل بينا مره تانية، هنكون في انتظار مكالمتك الكريمه. ارجع مره تانية للاستاذه منى. استاذه منى، كنا بنتكلم حضرتك عن العمل العام وقطعتك ورحنا للاستاذ احمد، وحبيت ان ارجع تاني علشان الناس تفهم وتستفيد من حضرتك. اتفضل. تمام. انا كنت عايزه اتكلم عن اهم المبادرات اللي احنا قمنا بيها. احنا كمجموعه شباب اهتمينا بمنطقتنا، وبخص يعني منطقه عين شمس، وفكرنا ايه اللي ممكن نعمله في ظل الازمه الراهنه في، وكمان كانت المحاكم تم غلق المحاكم. ناخد استاذه خيريه من اسوان. شوف وصلنا اسوان. اهلا بيكي استاذه خيريه. اهلا بيكي، اتفضلي. الو. اهلا بيكي يا استاذه خيريه، سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن عايز اسال سؤال؟ اتفضلي تحت امرك. حضرتك انا منفصله. تمام. من اسوان وعندي 30 سنه. تمام. 30 سنه. اه. فمعايا يعني معايا معاش، فانا سحبت قرض كده. ايوه. فعايزه مساعده يعني، ومعايا ولد وكده. طيب حضرتك معاكي ولد، انت من اسوان، مركز ايه تحديدا؟ حددي لي المركز بس. ادفو. طب اسمحي لي طبعا، انت حضرتك السؤال ده مش قانوني، السؤال ده انساني، واسمحي لي ان انا اللي ارد عليه. حضرتك هتتوجهي عندك لمؤسسه دموع اليتامى، استاذه هناء حسن. هناء حسن في ادفو، تعرفيها؟ لا ما اعرفهاش. طيب انت حضرتك هتسالي في السوق القديم، عارفه السوق اللي عندكم اللي كان ولع؟ اه. عند السوق القديم هتلاقي فيه مكان مكتوب عليه مؤسسه دموع اليتامى، الاستاذه هناء حسن. مش هقول لك خدي رقم الكنترول، لا انا بكلمك على الهوا، هتروحي للاستاذه هناء وان شاء الله باذن الله تحاول تعمل لك مساعده بسيطه. شوف، مساعده بسيطه لحل المشكله، حل مؤقت، وبعد كده يكون الحل الثاني نظرا لظروف القرض اللي حضرتك جايباه، نحاول يعني ان احنا نخفف عنك عبئك. وانا شاكر اتصالك، وشاكر مداخلتك، وشاكر وجودك، وكلنا جنبك ومعاك ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك استاذه خير. استاذه ولاء، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا ولاء من عين شمس، وطبعا انا كنت مع استاذه منى كتير جدا في حاجات هي بتجيب لهم لبس. استاذه ولاء اهلا بيكي. معاكي الاستاذه منى، هي سامعاكي وترد عليكي لانها طبعا صاحبه برنامج. اتفضلي. اهلا يا استاذه منى، عامله ايه؟ انا ولاء، وحضرتك واستاذ احمد كنت معانا في المبادره بتاعت اللبس، وكنتوا بتجيبوا لنا لبس ووزعتوا لنا حاجات رمضان. طبعا لما شفت البرنامج اتصلت اشكركم بصراحه ان انتوا عملتوا لي دي حاجه لازم نقولها، ان انتوا فعلا بتعملوا في الخير. ربنا يخليك. وعملتوا بصراحه مبادرات كتير جدا حضرتك واستاذ احمد في عين شمس، جميله جدا، وفرحتوا ناس كتير. ربنا يبارك. ووزعتوا على ناس كتير يعني حاجات كويسه، وبصراحه كفايه ان انتوا بتحسوا بالناس الغريبه. ربنا يبارك. شكرا قوي. بشكرك استاذه ولاء. هتحبي توجهي لها رساله؟ انا اسمعيها على الهواء ان شاء الله توجهي لك رساله. بشكرك استاذه ولاء لوجودك معانا. اتفضلي يا فندم. بشكرك يا ولاء، وكنت عايزه اقول ان هي دي المبادره اللي كنا هنتكلم عنها. طبعا في ظل الازمه، وفي ظل الازمه الاقتصاديه، ظل العماله غير المنتظمه، بدانا نفكر ايه اللي احنا ممكن نقدمه لمنطقتنا، منطقه عين شمس. فجمعنا مجموعه شباب وشابات، فعملنا مبادره اسمها كن ايجابي. يعني ايه كن ايجابي؟ هي المبادره دي بتنقسم لثلاث اجزاء.
أول حاجة تطهير وتعقيم، تاني حاجة توعية، تالت حاجة تكافل. بمعنى ايه تطهير وتعقيم؟ كنا بالنسبة للسادة المحامين كان عندنا فريق عمل بينزل بيرش مكاتب السادة المحامين. ناخد أستاذة هدى ونكمل، تقريبا الناس مش عايزانا نتكلم فنسمع ليهم. أستاذة هدى أهلا بيك، اتفضلي. تقريبا في مشكلة عندك في الشبكة يا أستاذة هدى. طبعا أستاذة هدى نحاول مرة تانية يا أستاذ عبد الله، أكون شاكر لحضرتك. أشكرك أستاذة هدى لمداخلتك الكريمة وبكمل مع حضرتك، ودي مبادراتكم باينة وظاهرة وواضحة معانا على الشاشة بفضل الله عز وجل. اتفضلي يا فندم. دي مبادرة تطهير وتعقيم. كان طبعا عندنا وزارة التضامن كان في تفريق اللي هو المعاشات والجزئية ديت، فكان بيبقى في سحام جدا على البوسطة. تمام. فنزلنا فريق العمل. استاذ احمد كان موجود مع حضرتك ولا؟ طبعا استاذ احمد كنت بتعمل ايه استاذ معانا؟ كنت بتعمل ايه؟ احكي لي كده. والله احنا يعني كان نوع تنظيمي شويه، لكن كان في حد ماسك استاذ خالد. الحاجه اللي بترش دي كان استاذ خالد. استاذ خالد تمام. وبس انت والاستاذ محمود. واستاذ محمود احنا كان دورنا توعوي شويه. ما هو كنت بتوعيه الاجتماعي. اهم حاجه في بننزل مثلا في المصالح الحكوميه الناس برضو كانت محتاجه ان حد يفهمها ويوعيها. طب ممكن الطابور مثلا ما يبقاش فيه تزاحم، يبقى فيه فرق بيني وبيني. دي مشاركه اجتماعيه. مشاركه اجتماعيه. وكان في برضو جانب فيها قانوني، ان احنا كنا بنوعيهم ان في غرامات، لان في بعض اثناء تطبيق قانون اللي هو مخالفة الحظر او قصر الحظر، فكان في ناس بتدفع يعني بيبقى في مبالغ ماليه هي مش في استطاعتها، فكنا بنفهمهم ان في قانون فعلا لقصر الحظر وكان في غرامه. قانون للالتزام. ايوه. حافظ على نفسك. استاذ مصطفى كان ليك دور في الموضوع ده ولا ايه؟ فعليا طبعا، يعني كان الاساسي بتاعنا التباعد الاجتماعي طبعا اللي كان بيخلينا كلنا نحافظ على بعض. معانا استاذ احمد تقريبا مدخل. استاذ احمد، ام احمد اهلا بيك يا ام احمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه انا كنت بس عايزه اسال الاستاذه. الاستاذه مع حضرتك، اتفضلي. ماشي. انا موظفه. تمام. ومرتبي يعني يعدي 2000 جنيه ما شاء الله. مطلقه. وايه؟ مطلقه. مطلقه. تمام. فليا حق في اني اخد كمان معاش ابويا؟ موظفة حكومة مع حضرتك؟ ولا موظفة قطاع عام حر يعني؟ حكومة. لا مالكيش للأسف. طب ممكن تشرحي لنا الحتة دي؟ بشكرك أم أحمد لمداخلتك الكريمة، واسمعينا علشان توضح لك رسالتك. هي موظفة ومتأمن عليها. تمام. فأي يعني سيدة حابة تقدم على معاش المطلقات، أول حاجة لازم هتجيب برنت تأميني. في حالة انها مؤمن عليها ملاش حق. طب ناخد استاذ كريم ونرجع نكمل. استاذ كريم اهلا بيك. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ كريم. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك فندم. ده كريم اخويا. اتفضل يا استاذ كريم. كريم استاذ محمود مع حضرتك، اتفضل يا استاذ محمود. اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. انا اولا بمسي على الكوكب الموجوده مع حضرتك ويا استاذ محمود اخويا. استاذ محمود مع حضرتك بنفسه. استاذ محمود ربنا يخليك. الله يكرمك. ربنا يخليك يا فندم. انا بشكركم كلهم، انا من عين شمس وانا مش بستاذ والله عشان خاطر محمود اخويا، بس انا فعلا احنا شايفين الدور اللي بيعملوه مجموعه المحامين الشباب، الله يبارك فيهم. يعني ليك دور معاهم يا استاذ كريم. استاذ كريم ليك دور معاهم. طبعا عايز اقول لحضرتك، انا اصلا يعني انا سكرتير، انا امين صندوق جمعيه خيريه اسمها جمعيه العمل التعاوني. يعني انت اللي معاك الفلوس. طب احنا على كده عايزينك هنا في القناه عندنا، يعني عايزينك تقف معانا هنا. فالصرف معايا، خلي بالك يعني. فطبعا انا يعني من خلال منبرك يعني بدعو كل الناس اللي تابعينا دلوقتي، اهم حاجه في الدنيا واحسن حاجه في الدنيا العمل التطوعي والعمل الخيري. يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا الحاجات اللي احنا بنعملها حاجات بالرغم ان هي حاجات بسيطه جدا، بس لما بنشوفها في وجوه الناس اللي قدامنا انا بيكون عندي سعاده ما تقدرش ما اقدرش اوصفها لحضرتك. يعني انا بشكرك. حاجه بسيطه لو نقدر نساهم بيها لكل الناس، اللي يقدر يساهم حتى لو حاجه بسيطه وما يتسالش، بسيط اللي هو بيعمله عند ربنا كبير وعند الناس ده كتير جدا. بشكرك. واسمع رد الاستاذ محمود على حضرتك بعد المداخله الكريمه اللي انت رفعت راس مصر بيها دي. اتفضل يا استاذ محمود. يعني كريم اخويا طبعا انا بتعلم منه، هو اخويا الاكبر مني،
اتعلمت منه يعني ايه خير. هو زي ما قال لحضرتك هو امين صندوق جمعيه خيريه برضه عندنا في عين شمس. انا مش هنساب المناسبه مع الفلوس ده انا بحبها هسيب لك رقم. فهو كنا بنشارك فعلا خلال الجمعيه فعلا زي ما بقول لحضرتك الفرحه فعلا بتشوفها في وجوه الناس البسيطه لما بتعمل معاهم حتى لو بالقليل جدا فعلا انت بتحس ان انت عملت حاجه كبيره وحاجه كبيره عند ربنا. فكريم بصراحه انا اتعلمت منه يعني ايه عمل خيري او عمل خدمي وربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. والله بجد انا سعيد بمداخلته وسعيد بمداخلتكم جميعا. نرجع لحضرتك وكنا بنتكلم في نفس السياق ونفس الموضوع. اتفضل. بنتكلم عن بدر كون ايجابي. فكان قلنا اول حاجه تطهير وتعقيم ودي نزلنا الكنائس ونزلنا المساجد. كنت بتوفري المواد اللي انت بتستخدميها في التعقيم والتطهير المواد دي يعني في الفتره اللي فاتت دي كانت مكلفه جدا بالمجهود الذاتي. بالمجهود الذاتي. بالمجهود الذاتي. كويس جدا. لان طبعا احنا ما كناش ينفع ان احنا نسكت كمان الدوله ده احنا عايزين نقف جنب الدوله في ظل الظروف الرامه. طب انا عندي سؤال يعني عارف انه حساس شويه. معظم الناس عارفين ان المحامين يعني من الاخر كده واخدين فلوسهم. ازاي تطلعوا من وسط المحامين؟ ازاي؟ مع ان المحامين انا بحبهم جدا. طيب قولي لي بقى. لا والله بالعكس احنا على فكره مجموعه محامين شغالين في العمل النقابي، العمل العام، العمل الخدمي، ولنا برضو شغلنا الخاص يعني. يعني عايزين تقولوا ان حضراتكم محامين بقلوب ملائكه. انا برحب بيكم والله ربنا يخليك. الله يخليك. والله ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ونعم الوكيل. استاذ احمد حضرتك النهارده شاركت في مبادرات كتير وقدمت اعمال خيريه كتير وانا نفسي شفتك في اكتر من مكان. وكان لك ام زياد معانا. ام زياد يا استاذ احمد مش عارف ام من هنا. ام زياد اهلا بيك يا ام زياد. ام زياد بشكر حضرتك من الاول على الاهتمام وعايزه حضرتك عايزه انا بص عايزه اعمل جمعيه اعلم الناس حرف فاهمني. تمام اتفضلي. يعني انا في ناس هنا مستوى الناس هنا يعني اول حاجه في يعني في وقت فراغ كثير عند الستات هنا وانا عايزه اعلمهم حرف عشان انا اساعدهم يعني يحسنوا من مستوى المعيشه بتاعتهم. عايز تعمل تمكين اقتصادي ليهم. انت من محافظه ايه؟ محافظه جنة. فين في قنا؟ مركز جنة مركز نجاد. تمام. انت ممكن تروحي المكتب التابع ليكي مكتب التضامن اللي تابع لمنطقه نجاده. وعلى فكره اجراءات التاسيس الجمعيه سهله جدا عندكم مفيش اي معوقات. واعرضي فكرتك وان شاء الله تقدري تعملي حاجه كويسه. لان كمان يعني احنا لاحظنا حاجه لما كنا بننزل قوافل في القرى والنجوع مفيش جمعيات كتير. ايوه ما هي المشكله. انا عايز اقول لحضرتك فين حضرتك معلش ما حضرتك هتسالي فين مزياد. انا هاخد انا الحته دي. انت حضرتك رديت على رد القانون. ام زياد حضرتك هتنزلي مكتب الشؤون الاجتماعيه ببساطه كده اللي هو التضامن الاجتماعي عارفاه. تمام. تسالي هناك تقولي لهم انا عايز اعمل جمعيه وتشوفي معاكي الناس في القريه القادرين اللي معاهم فلوس. الهدف مش تاسيس جمعيه يا ام زياد علشان ما تكونيش فاهمه الموضوع غلط. الجمعيه لازم مجموعه يكون معاها فلوس وعندهم دخل علشان يعملوا اشتراكات. الاشتراكات دي هي اللي بتصرف منها على أنشطة الجمعية. الهدف من الجمعية ام زياد مش تبرعات. الهدف من الجمعية انك توجدي قلوب الناس تثق فيها علشان تقدر تخدم الناس. ام زياد انت لو اسست الجمعية هتجيبي فلوس منين للناس؟ رد علي. يعني لازم اشوف حد يتبرع الاول يعني. لا مش حد يتبرع. انت تشوفي حد عنده استعداد ان يشارك معاكي وعنده استعداد انه يضحي ب 10 جنيه من ال 100 جنيه اللي جابها من اليوميه بتاعت النهارده. عندك حد يعمل كده يا ام زياد؟ طبعا حضرتك لو رحت للشؤون هيفهموني الكلام ده ويقولوا لي مثلا تعمليه وكده؟ يا ام زياد انا بكلمك باستفاضه على الهوا، بكلمك بقلب طيب مخلص نقي. ام زياد الشؤون الاجتماعيه هتفتح لك الابواب وهتساعدك في الترخيص لان الترخيص سهل زي ما الاستاذه قالت بالظبط وده الشق القانوني. بما انها قالت سهل انا اعتمدت على كلامها ولكن دخلت في الجانب المادي. انت هتشهري الجمعيه وهترخصيها، هتعملي الرخصه وهتستلمي الرخصه وتستلمي الاوراق معاكي. انت زوجك بيشتغل ايه؟ انت عندك دخل ايه؟ معاكي فلوس قد ايه علشان تصرفي على الجمعيه وتصرفي على اليتامى؟ طب انت مفيش معاكي فلوس ونيتك طيبه ونيتك سليمه، تحاولي تتواصلي مع المؤسسات الكبيره الناجحه وتقولي لهم احنا عندنا في بلدنا 1 2 3 وتبتدي انك تنقلي ليهم الصوره الواضحه الصريحه ومن هنا هم يبداوا ينزلوا بلدك
ويبدأوا يقدموا مساعدات وخدمات عينية واقعية واضحة انت هتشوفيها وتفرحي بيها. يعني انت لو مليش معاك فلوس اوصلهم ازاي يعني؟ توصل للجامعات دي ازاي؟ هقول لحضرتك، انت معاكي تليفون؟ شوفي الموضوع سهل، مفيش شرح ابسط من كده ولا اسهل من كده يا ام زياد على الهوا. معاكي تليفون؟ كويس جدا. من التليفون بتاعك ده هتكتبي مثلا اسم جمعية انت بتسمعي عنها في التلفزيون، مش هذكر جمعية بعينها، تمام؟ او هقولك اكتبي تحيا مصر، مؤسسة تحيا مصر. مؤسسة تحيا مصر النهاردة بابها مفتوح للكل، بابها مفتوح للفقير وللغني. هتكتبي تحيا مصر وهتنقلي ليهم الصورة في رسالة على صفحتهم، وهيردوا عليكي زي ما بيردوا عليا وعلى كل الناس في اقل من ساعة. هتبدأي تقولي لهم احنا عندنا 1 2 3، لو ناس عندك محتاجين مية صدقيني هيجي يوصلوا ليهم مية، لو ناس عندك محتاجين كراتين غذائية هيجيلك كراتين اكتر من احلامك وطموحك، تمام؟ وحضرتك انت لو ما قدرتيش انك توصلي شوفي شخص يكون مثقف متعلم ببساطة كده في بلدك قولي له، او محامي في بلدك قولي له تعالى نبعت رسالة لصندوق تحيا مصر. انا بقول لك هنا من المنبر الجميل ده، من المكان الاعلامي الطيب ده، جربي المبادرة دي يا ام زياد وان شاء الله باذن الله هتسمعي خير وهتكوني سبب في خير كبير جدا لبلدك. ولو ما قدرتيش توصلي حاول انك تتواصلي معنا في حلقاتنا الجاية واحنا نساعدك في طريقة الوصول. بشكرك لمداخلتك الكريمة وبرجع لك استاذ احمد، كنا بنتكلم بفضل الله عز وجل في المبادرات دي. اتفضل احكي لي بتعمل ايه. احنا المبادرات زي ما قلت لحضرتك كده هي بتبقى عبارة عن افكار، احنا بمسافة ما بنقول الفكرة بنبدا نشوف الاسم المناسب ليها ايه. طيب انت خدت الفكرة، تمام، وانا هاخد اتصال. ماشي اتفضل. ايوه استاذ عبد الله. استاذة هدى اهلا بيكي. المحامية مع حضرتك وسامعاكي، اتفضلي بس علي صوتك شوية. أنا معايا 4 بنات و2 ونص. ممكن تعلي صوتك شوية بس أو تعالوا لنا الصوت يا جماعة كده شوية؟ اتفضلي. بقول لحضرتك أنا جالي 2 ونص غضبانة عند أهلي في سوهاج. تمام. وأبو البنات معترض على تعليمهم، معترض على النفقة عليهم، وأنا مش عارفة آخد أي حد من حقوقي منه. طيب. ممكن حضرتك تلجئي لفرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج. لجأت لهم حضرتك بدل مرة 1000 مرة ومحدش استجاب لي. طيب ممكن حضرتك تبقي هسيب رقم تليفوني ونتواصل أستاذ مع المجلس. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله، استاذ محمد عبد الله من فضلك خدوا رقم استاذه هدى. ايوه خليها ترن عليكم مرة تانية، معلش يا استاذه هدى رني مرة تانية على الكنترول وهياخدوا رقمك وان شاء الله نوصلك مع الاستاذه وتتبنى فكرتك للنهايه وتتبنى رسالتك وناخد الاستاذ. استاذ اشرف اهلا بيك. اهلا بيك يا بيه. كنت عايز اعرض على الاستاذه بس ان في واحده غضبانه وكان ضاع منها فلوس جمعيه. تمام. وزوجها مغضبها ودلوقتي مقتصره معاها على ان فلوس الجمعيه اخواتها عملوا كارت وجمعوا لها 18. استاذ احمد، استاذ احمد هيرد على حضرتك، معلش اسال انت حضرتك بتقول هي غضبانه. تمام. وايه تاني؟ وزوجها يعني مغضبه لان فلوس الجمعيه يقول لها انا مش مختص بيها ويعني مغضبه. تمام. انا على 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 قرابه من اخواتها فيعني حاولت ان انا اساعدها. تمام. فقلت اوصل الموضوع للاستاذه والاساتذه الفاضلين ان هم يعني لو في مساعده ليها الحاجه يا ريت يتفضلوا بيها. طيب يعني انت حضرتك انت عنوانك فين؟ شبرا الساحل. شبرا الساحل. هو انا اخترت الاستاذ احمد وهو خير سلف وسند لحضرتك في الموضوع ده. ولا يا استاذ احمد ربنا يخليك. تمام. ان شاء الله باذن الله تدرس الموضوع. ان شاء الله باذن الله. هو بس لو كده ممكن نسيب رقم تليفوننا ونشوف ايه اللي ممكن نقدمه ليه ومش هنتاخر يعني. ابو زيد من اسنا، ناخد اتصال ابو زيد وناخد بعده اتصالين وبعد كده مش هناخد اتصال ثاني. ابو زيد اهلا بيك. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. انا برحب بيك وضيوفكم الكرام. احنا كلنا بنرحب بيك ابو زيد. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. والله يا زلمه انت عارف الموضوع احنا حضرتك انت سمعت بيه وسمع الجمهوريه كلها فتره. تمام. احنا بلا مستشفى، احنا بلا خدمات صحيه، احنا بلا اي شيء يا فندم. مش معقول كده ما حدش سمعنا خالص يا فندم، ده احنا عاملينها اشتاجات ما لهاش حصر. ما حدش سائل فينا خالص يا فندم. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الارض متوفره؟ الارض متوفره عندك؟ نعم. الارض في حد اتبرع بارض عندك في اسنا؟ قطعه ارض
ان يقام عليها مستشفى، يقام عليها الخدمات اللي حضرتك بتتكلم فيها؟ يا فندم مفيش حد هيتبرع بالعرض، هو الحكومه دورها كده يا فندم، المفروض دورها كده. تمام، ما الحكومه محتاجانا ان احنا كلنا نساعد مع بعض علشان نقدر نبني. مفيش مشاكل يا فندم، بس هو لو مفيش مستشفيات نقول، هو في ثلاث مستشفيات مدفونين يا فندم، مغلقين اصلا. تمام. نهائيا. طيب حضرتك خليك معانا. خليك معانا واسمع رد الاستاذ احمد بفضل الله على ايه الفكره او ايه الاجراءات المتبعه او ايه اللي حضرتك نقدر نقدمه لحضرتك. اتفضل يا اسلام. هو بس هو طبعا قانوني. هو طبعا يعني الموضوع اللي بيتكلم فيه ده موضوع مهم جدا. تمام. و يعني هو طبعا لو في شكوى مجمعه لرئاسه مجلس الوزراء، انا بتهيألي ان هيبقى فيه اهتمام ان شاء الله. في شكوى للمحافظ المفروض بتتقدم، ولما بتبقى في كذا شكوى وبيبقى فيه مدعمه بان فعلا ان مفيش مستشفيات داخل اسنا، اظن ان هيبقى في تحرك من الدوله، لان الدوله حاليا صحه المواطن في المرتبه الاولى. طبعا احنا كلنا سمعنا وشفنا المبادرات اللي بتقدمها الدوله وبقدمها السيد رئيس الجمهوريه علشان صحه المواطن. ده حقيقي كده. يعني شيء مفيش فيه كلام، وعندنا امثله كتير نشوف الدول الثانيه فيها الدنيا عامله ازاي. ولا يا استاذه؟ تمام. ولو في تاثير من اي مسؤول يعني كده كده صعب جدا هناك. نزلنا ما شاء الله. نزلنا في قوافل، وعندنا في احد الجمعيات مختصه بتوزيع كراتين وجهاز العرايس، على طول بننزل هناك. فهم برضو ممكن يلجأوا حتى لصندوق تحيا مصر والمؤسسات زي كلنا بنرمي على تحيا مصر. كان الله في العون. ان شاء الله. انا عايزه برضه اشكرهم لان هم فعلا تعاونوا، وانا بضم صوتي لصوت حضرتك برساله شكر جامده جدا من هنا لصندوق تحيا مصر. استاذ مصطفى. ايوه حضرتك بقى احكي لي ايه اللي انت بتقدمه انا سمعت هنا اراء وسمعت تدخلات، ولكن عايز اسمع لحضرتك ايه اللي انت بتقدمه انت نفسك في الجمعيه دي، ولا لسه ما انضميتش ليهم؟ لا طبعا. دفعت اشتراك عضويه؟ يعني ولا سددت؟ استاذه منى عافتني منها. طب الحمد لله. طيب هقول لحضرتك يعني بدايه شغلي في العمل التطوعي ولحد ما اتخرجت، يعني انا كنت في اتحاد طلاب كليه حقوق جامعه عين شمس. طلاب. طب ناخد استاذ عادل من سوهاج. استاذ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحب بالصعيد واهل الصعيد واهل سوهاج. الله يبارك فيك يا استاذ، الله يخليك. انا من ذوي الاحتياجات الخاصه وما ليش قبض ومش عارف، انا قدمت الكومسيون كذا مره وما فيش اي حاجه جتني وما ليش اي دخل. طيب انت اتفضل. انا محتاج يكون لي اي دخل عشان الاسره، انا معايا اربع اولاد وامهم وانا يعني. ان شاء الله يا استاذ عادل. بقدمش في 5%؟ ما قدمتش في 5%؟ لا موجوده. طب طيب استاذ عادل، استاذ عادل يعني يا ريت حضرتك سيب لنا رقمك في كنترول، وان شاء الله باذن الله ونحاول ان احنا ان شاء الله باذن الله نوصل صوتك ورسالتك ونحاول ان احنا نساعدك باي طريقه ان شاء الله. معانا استاذه علا، اهلا بيك. انتوا النهارده الناس عايزه تكلمك. اتفضلي. انا اسمها لفايه. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. لو سمحت انا معايا بنت انا ما بشوفهاش وعايزه عن ايديها. ايه؟ عايزه عن عين ايديها. عايزه فرحه. ومتكلف عليا 30,000 وانا ما بعيش، يعني معايا 5 عيال 4 بنات. معايا بنتها جوزها ومش قادره يعني. عايزه ايه؟ عايزه مساعده خاصه. مساعده. طيب طبعا احنا حاولنا اننا نسمع شكوتك، ولكن يا ريت سيب لنا رقمك في الكنترول وان شاء الله باذن الله يعني نحاول اننا نتواصل معك. عايز اقول لحضراتكم ان اخواتي في الاعداد بيبلغوني ان كميه اتصالات غير عاديه، فهل نكتفي بالاتصالات عشان نقدر نتكلم مع بعض ونوصل رسالتنا للناس؟ استاذ محمود يعني احنا هنسمح برضه بالاتصالات عشان ما نحرمش حد. تمام تمام. ونسمع للناس لان طبعا احنا هنا منبر في الشارع، منبر هنا علشان نسمع لكل الناس. ولا ايه راي حضراتكم؟ متفقين طبعا. متفقين. هو حظكم كده، نعمل ايه؟ الناس محتاجه تسمعكم والناس عايزين يشكروكم. يعني انا بجد فخور جدا بحضراتكم النهارده. استاذ محمود حضرتك قدمت لي النهارده واتكلمت معايا في مبادرتك في النقابه، وان حضراتكم بتقدموا خدمات نقابيه كتير جدا، فيا ريت حضرتك تفضل اشرح. زي ما قلت حضرتك احنا يعني مجموعه تحت مسمى مجموعه شباب محامين شمال القاهره
كنا بنعمل أنشطة مختلفة، منها أنشطة زي ما قلت حضرتك أنشطة ثقافية بتأسيس مجموعة الدعم الثقافي، دورات تدريبية لشباب المحامين، أنشطة ترفيهية، عملنا دورات رمضانية، وبنعمل يوم رياضي بنجمع فيه الشباب في 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 أي نادي بنحجز فيه يوم رياضي، ممارسة بقى كرة القدم أو أي أنشطة ترفيهية، بنشارك في رحلات ترفيهية للشباب. احنا كمجموعة شباب برضو بنساعد المحامين في مثلا لو محامي محتاج يصدر خطاب علاج من النقابة، تجديد الكارنيه بتاعه، المجموعة كلها شغالة في العمل دوت. العمل النقابي هو جزء منه خدمي، يعني زي ما احنا شغالين في العمل المجتمعي وخدمة المجتمع الأقرب لينا برضو احنا كمحامين. انا شايف نقابات النهاردة في السوشيال ميديا مقلوب عليها جامد، يعني كده بكلمك اتفضل. بالمناسبه على الشاشه هي عندنا بعض الصور للنشاط اللي بيقوم بيه لحضراتكم الاستاذ احمد منور الشاشه على الجنبين، خدين بالكم. تمام اتفضل كمل. ايوه انا عايز اعرف الحته. والله هي ممكن تكون الازمه اللي حصلت بسبب فيروس كورونا فعلا ادت ل يعني احنا كمحامين اكتر، يعني من اكتر الفئات اللي اتضررت فعلا. احنا المحاكم يعتبر وقفت من 15/3، لسه بادئين شغل ما كملناش 10 ايام. فعلا كمحامين فعلا اتضررنا بسبب الازمه دي، بس مقدرين مقدرين طبعا وحاسين وعايزين نقول ان في فعلا وباء موجود، وفي فعلا لازم ناخد بالنا ولازم نحافظ على اولادنا ونحافظ على بيوتنا. بالزبط صح كده؟ بالظبط بالظبط بالظبط. بالنسبه للازمه اللي كانت موجوده، احنا كمجموعه شباب فعلا يعني قمنا ببعض المبادرات، منها توفير السلع الاستهلاكيه لبعض الاسر ايتام المحامين والارامل، اشتغلنا على تطهير مكاتب المحامين برضو في الازمه اللي فاتت، وفرنا بشكل شخصي مطهرات في جميع مقرات المحامين. ينفع ان انا يعني يكون ليا اقتراح بسيط كده تحت امرك، هل ان حضراتكم وفرتوا سياره نقل موتى للمحامين؟ دي يعني هي دي من خلال احنا يعني من خلال الجمعيه اللي كريم اخويا امين الصندوق فيها، ان شاء الله كنا شغالين احنا نوفر اكتر من عربيه فيها. دي انا كنت برضو هنخلي عربيه فيها مشاركه، احنا يعني الوفيات عندنا برضو محامين كتير كتير كتير, كتير في الازمه اللي فاتت، وصلات كتير يعني ربنا يسترها على الجميع. يا رب. انا ليه اقول لحضرتك ليه اتكلمت في الموضوع ده كله؟ عايز اطلع بثمار من الحلقه دي لحضراتكم. ايه الثمار؟ عايز اوجه رساله من هنا لكل اهالي عين شمس ولكل الساده المحامين في عين شمس داخل النقابه وداخل جمعيه بفضل الله عز وجل شكاوى المراه، وداخل عمل التطوعي للاستاذ احمد، وداخل عمل التطوعي للاستاذ مصطفى، وداخل عمل التطوعي للاستاذه منى، ان كل اللي يقدر يساعد معاهم من خلال التواصل المباشر والجد والفعال مع الاستاذه منى، طبعا يعني الاستاذه منى او الاستاذ كريم امين الصندوق، علشان يكون الشكل قانوني رئيس مجلس اداره وامين صندوق، هو بس تويه في جمعيه ثانيه في عين شمس، يعني الاستاذه منى رئيس يعني جمعيه يعني فلوس معاه وجاي له كمان. واستاذ كريم امين صندوق في جمعيه ثانيه برضه عندنا في عين شمس. يعني برضه انا عندي حاجه، لو حتى المتبرع مش عايز يتعامل بشكل مباشر مع الجمعيه، احنا عندنا زملاء كتيره جدا يعني مصابين، فممكن حتى المتبرع نوجههم يعني احنا نوجهك للحاله، لان فعلا احنا الفتره اللي فاتت اكبر طائفه تضررت طائفه المحامين. انا عايز اقول لحضرتك ان كل الطائفات كل الطوائف، بس ما في جزئيه بس معلش الناس بصين عليهم انهم يعني ايه او من الاخر كده ببساطه اسمحي لي اقول الناس كلها بصت على البدله. تمام بس هي في جزئيه ان النهارده الدوله مشكوره، وده جهد غير عادي، وفرت للعماله غير المنتظمه مبلغ شهري بيتصرف، وانا عندي حالات كتيره جدا في الجمعيه بتصرفها. من الاحساس النهارده معلش ما فيش عندي غير نقابه شمال. انا بشكر برضو استاذ هشام زين من يعني بصراحه ان هو موفرين برضو مبلغ دعم، بس دي للحالات اللي هي المريضه. طيب المصابه. انا حضرتك وانا في اللقاء هنا مع حضرتك، حضرتك قلتي اشكر استاذ هشام زين، تحبي تشكري مين تاني النهارده في الفرصه الجميله العظيمه دي؟ استاذ نادر نوري. وبشكر بصراحه والله بدون مجامله بجد، لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم استاذ احمد عبد الرازق، الله يبارك
بجد يعني هو داعمنا ماديا جميل جدا 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 والله. بس عشان بس داعمنا ماديا دي ممكن تكون سبب انت سبب. محمد عبد الله قاعد بره. محمد عبد الله قاعد بره يعني انت معاك فلوس وقاعد معانا بقالك ساعه والله سبب. من يعني من فضل من عند ربنا وكرمه ان ربنا سخر ناس حوالينا تجعلنا احنا سبب ان احنا نقدم حاجه للناس. انا بس بوجه رساله شكر من هنا طبعا لكل الناس اللي بتقف مع الاستاذ احمد علشان يقدم المبادرات الجميله دي وايضا بناشر الاستاذ محمد عبد الله بره والاستاذ عبد الله والاستاذ عباده الراجل ده انتوا عرفتوا فانتظروه يعني. معلش برضو بشكر استاذ محمود حمزه اللي باع معانا خاصه مع اطفال الايتام. معظم الحفلات هو بيكون داعم بيها وبرضو اخر يعني كان في حاجات كده مواد غذائيه وحاجات هو برضو حاجات عينيه جميله وواقعيه. دعواتك لينا بقى ان ربنا يبعد عننا ايه النفوس اللي بتبقى فيها ضغينه. انا عايز اقول لحضرتك على فيها حقد فيها غل كل ده يعني ربنا هو ده اللي بيوقف ربنا بقى العمل بجد لان ده بيدي طاقه سلبيه بتخلي الواحد يقول طب وانا مالي ربنا. وانا مالي انا هقول لحضرتك ان شاء الله مش هنوصل لها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يحرسنا جميعا ان شاء الله ويحمينا من عيون الحاقدين اللهم امين ويبعدنا عن الناس المستغلين يا رب ان شاء الله باذن الله ونكون قادرين دايما بفضل الله عز وجل اننا نكون سبب في مساعده المحتاجين باي شكل من الاشكال نساعدهم لوجه الله الكريم. استاذ احمد تحب تشكر مين النهارده في حلقتك؟ اشكر كل يعني اللي بيعمل عمل طيب وعمل خير وبيحاول ان هو يوصل للناس سواء بدعم مادي او دعم معنوي. حتى على فكره الكلمه الطيبه صدقه طبعا يعني حتى لما الواحد بيبقى بواجه بشوش قبل الخواطر بالظبط كده ايوه يعني كل حد جواه نقي وشيء طيب انا بشكره وبشكر كل الناس اللي ربنا الحمد لله لو سخرها لنا. هو طبعا لو ينفع اقول اساميهم كنت قلت بس هو يعني خايف تنسى حد خايف انسى حد وفي نفس الوقت للاسف يعني هم يعني ناس بتعمل الخير وبتوجهه من خلالنا مش عايزين حد يعرف مش عايزين حد يعرف الله عليك الله عليك وعليهم. واحنا برضو هنا زي ما قلت لك بعد ما تخرج انا سمعت استاذ مصطفى رسالتك يعني رساله شكر منك تحب توجهها النهارده اتفضل. هو يعني كانت نصيحه والنصيحه دي كان من شخصين الله عليك. نصيحه من والدي ربنا يديله الصحة اللهم امين. نصحني قال لي حاجتين قال لي يا اما تمشي جنب الحيط وتاخد طريقك جنب الحيط يا اما تمشي في النص وتحاول تثبت نفسك. ففعلا انا مشيت في النص مشيت في الاول جنب الحيط بعد كده لقيت ان جنب الحيط ده مش يعني مش نقطة جنب الحيط اللي هو خوف لا اني مش هعرف فعلا ان انا اطلع اعرف اتكلم اعرف اتعامل اعرف اعمل اي حاجة فمشيت في النص. فلما مشيت في النص يعني قابلت زي استاذ احمد واستاذ منى واستاذ محمود عرفت فعلا ان انا اخد يعني خبرات اعرف استفاد مشيت معتدل تمام والاعتدال وصلك للخط السليم والنهارده عايز جنبي الحمد لله عايز جنبي هنا على اليمين وفيش الاستاذ احمد ده شرف لنا استاذ سمير وجنب الاستاذ محمود وقدام الاستاذ يعني انت عديت استاذ عبد الله بره استاذ عبد الله بتاع اتفضل. طيب وتاني شخص كان استاذي ومعلمي استاذ الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن ده دكتوري في ده يعني استاذ دكتور قانون مدني حد انا واخده يعني مثل اعلى ليا في حاجات كتيره جدا في معاملته مع اي أنا حد بوجه عمله شكري خيري بوجه شكري جنب شكرا استاذ العزيز اخد استاذي واخد حضرتك اتفضل 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 ذكر استاذ خالد حمدي عبد الرحمن طبعا دكتور خالد حمدي عبد الرحمن طبعا بشكره وبشكر الاستاذه العظيمه بجد اللي واقفه معانا جامد قوي استاذه ايناس البيطار وانا بوجه ليها رساله شكر طبعا استاذ العزيز في عجاله اختم بحضرتك في عجاله بس انا بوجه الشكر لروح والدتي الله يرحمها الله يرحمها هي توفت الشهر دوت يعني يعني كل المشاهدين يدعولها بالرحمه اللهم فعلا يعني هي اللي وجدت فيا بذره حب الخير للناس والعمل الخيري الله يرحمها يا رب يجعله في ميزان حسناته. وانا بصراحه من هنا اسال الله العلي القريم ان يغفر له ويرحمه اللهم امين. مشاهدينا الكرام في نهايه حلقه النهارده اتوجه بخالص الشكر للاستاذه منى عبد الوهاب استاذ احمد عبد الرازق استاذ محمود حمزه استاذ مصطفى جمال الدين طبعا المحامين بالاستئناف العالي ومجلس الدوله لحضورهم الكريم في حلقتنا الجميله الكريمه. بشكر كل المتصلين وبعتذر للناس اللي كانوا بيحاولوا يوصلوا لينا ولكن وقتنا بجد جري بسرعه زي ما الاستاذه منى قالت. بشكر اخويا الاستاذ عبد الله في الاعداد والاستاذ عباده وصديقي الاستاذ محمد عبد الله وبشكر اسره القناه الكريمه اخواتي في الكنترول وفريق العمل بالكامل. مشاهدينا الكرام ان شاء الله باذن الله
حلقتنا اللي جايه هتكون في نفس الميعاد، هنتكلم فيها عن اعمال تانيه واشكال تانيه وحالات تانيه وحاجات تانيه تفرحكم. اشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله. لو والدك او والدتك توفي وعايز تعمل لهم صدقه توهي بثوابها ليهم، يبقى اعمل لهم صدقه جاريه. قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ابني مسجد او احفر بئر لسقيا قريه كامله، ولو الامكانيات ما تسمحش احفر بئر لسقيا اسره بتكلفه 4000 جنيه فقط.